معكم زوال الخلداوي كوت سبورتيف سيرتيفيي في الرياضه ديال الموي تاي في تايلاند وكنعيش ما بين المغرب وتايلاند. هي الفكره ديال دعم السياحه المغربيه في المغرب هي جات انا قبل كندير لي فوياج سبورتيف ما بين المغرب وتايلاند، ومن بعد ما تصابنا هذا الوباء هذا ديال كوفيد 19 تحبسنا في الكونفينمون جاتني الفكره اننا نديرو فوياج سبورتيف هنايا في المغرب ونشجعوا السياحه المغربيه. بديت كنقلب اش من مدينه اللي نقدر ندير فيها لو فواياج، جاتني مدينه ديال الداخل يعني مدينه ساحليه وعلى البحر وغادي يكون فيها الفواياج زوين يعني بحال الشكل ديال تايلاند. درنا الفواياج الاول كان 30 شخص، كان معايا الكوميدي زهير زائر اللي مشى معنا رافقنا، ودازت داز الفواياج الاول فيه يعني 5 ايام كلها كيكون فيها سبور فيها ماكله ايكيليبري وفيها دي زاكتيفيتي اخرين يعني باش الناس تحسسهم بهذاك السبور انها تولي عندهم ستيل دو في يعني ثقافه يعني اي واحد يقدر يتريني في كل نهار يعني تولي عنده يوميه. ابخي ملي جيت هنايا الناس عجبهم الحال تواصلوا معايا قالوا لي علاش لا ما نعاودوش شي فواياج اخر. قلت علاش لا ما نديروش فواياج لشي مدينه اخرى من غير مدينه ديال الداخله باش نشجعوا السياحه في المغرب. شفت مدينه ديال السعيديه يعني مدينه السعيديه كيعاودوا لي الشواطئ ديالها يعني زوينين والجو فيها زوين. درنا فواياج للمدينه ديال السعيديه ورافقني هذه المره هذه محمد الرابعي هو شامبيون دي موند ديال الملاكمه وكانوا دي زانفلونسور اخرين. دازت حتى هي فيها 5 جور كل نهار لونترينمون نفس لاكتيفيتي اللي دوزنا في الداخل دوزناها تما فريمون الناس عجبهم الحال بزاف. وملي رجعنا من السعيديه بزاف الناس تواصلوا معايا اكثر من الاول كيقولوا لي علاش لا ما نديروش شي مدينه اخرى نعاودوا يعني نديروا هاد لي زاكتيفيتي بحال هكا نشجعوا السياحه المغربيه والرياضيه باش الناس يخرجوا من هذا الوباء ديال كوفيد 19 ويتعايشوا معاه. حيت فريمون بزاف الناس باقيين مخلوعين باقي ما عارفينش شنو واقع، مي الحمد لله كنتمنى ان شاء الله يكون خير ويمشي علينا هذا الوباء هذا.